يا صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ويوم جديد للنادي الأهلي هنا في كرواتيا، وبالتحديد استعدادات النادي الأهلي للموسم الجديد والمرحلة الثالثة من هذه الاستعدادات الهامة جدا بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، وخصوصا زي ما احنا عارفين كالعادة النادي الأهلي مقبل على تحديات كبيرة ومهمة جدا، وأهمها طبعا بطولة دوري أبطال أفريقيا وهي بداية الموسم الجديد بالنسبة للنادي الأهلي. لكن خلينا بالتحديد نتكلم عن الفريق، والفريق النهاردة هيعمل ايه او عمل ايه كمان. النهاردة يمكن الصبح بدري شوية كان في المران الاول للنادي الاهلي هنا في كرواتيا في المعسكر المخصص بالنسبة للفريق. المران كان مران صباحي، لكن قبل المران كان في ميعاد الفطار الخاص باللاعبين، كان بالتحديد في تمام الساعة 8 صباحا، وبعديها مباشرة او بساعة بالتحديد كان في المران الاول بالنسبة للنادي الاهلي، واللي ابتدى من خلاله الاستعدادات من خلال التواجد هنا في كرواتيا. يمكن شمل بعض التدريبات والفقرات البدنية الهامة طبعا كالعادة تحت إشراف مستر باتريس كارتيرون وكابتن محمد يوسف وبقية أعضاء الجهاز الفني، وفي تواجد اللاعبين المتاحين بالنسبة للنادي الأهلي خلال هذه الفترة هم حوالي 25 لاعب بخلاف بقية اللاعبين اللي هم إن شاء الله هينضموا للمعسكر في وقت لاحق، وبالتحديد يوم 5 ويوم 6 على دفعتين، 5 لاعبين هيكونوا متواجدين يوم 5 وأيضا 2 لاعبين هيكونوا متواجدين يوم 6 عشان يكتمل القوام بالنسبة للنادي الأهلي. التدريبات كانت فقرات بدنية بالنسبة للفريق وأيضا بعض فقرات الكرة، وأيضا كان في تقسيمة كده في نص الملعب كانت مهمة جدا، ومستر باتريس كارتيرون يمكن أوقف هذه التقسيمة أكثر من مرة عشان يعطي بعض التعليمات المهمة بالنسبة للاعبين بالتحديد من الناحية الفنية والناحية التكتيكية. أبرز الأخبار بالنسبة للاعبين، يمكن أحمد الشيخ زي ما احنا عارفين مصاب، عنده جزع في الركبة، بيغيب لمدة أسبوعين، فبالتالي النهاردة ما شاركش في التدريبات، لكن كان عنده بعض التدريبات التأهيلية مع أقصاء التأهيل دكتور طارق عبد العزيز، لكن النهاردة أيضا كان أول مشاركة في التدريبات الجماعية بالنسبة لباسم علي، واللي كان بيعاني أيضا من إصابة مؤخرا، لكن هو واضح إن هو جاهز بشكل جيد للتدريبات الجماعية. أيضا من ضمن الأخبار اللي عايز أقولها لكم، يمكن خلال التقسيمة حسام عاشور طبعا نجم الفريق تعرض لكدمة في الكاحل، لسه مش عارفين مدة غيابه ممكن تكون قد إيه، لكن سألنا حسام عاشور وعرفنا إن الكدمة يمكن بسيطة شوية، هو ما قدرش يكمل التقسيمة، لكن إن شاء الله هيكون في احتمال كبير إن هو يلحق تدريبات الغد إن شاء الله أو بعد غد على أقصى تقدير. ده بالنسبة لأخبار المران الصباح. هيكون في أيضا مران مسائي بالنسبة للفريق، لكن قبليه هيكون في ميعاد الغدا بالتحديد في تمام الساعة 1 ظهرا، ثم المران المسائي هيكون في تمام الساعة 5 عشان ينتهي اليوم الأول النهاردة بالنسبة للنادي الأهلي في كرواتيا، وأكيد نتمنى لهم كل التوفيق في هذه الاستعدادات استعدادا للموسم الجديد الهام جدا بالنسبة للنادي الأهلي.